طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن السوداني أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله، اليوم الاثنين 12 فبراير 2018، ودي رسالة للرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان. اليوم بيكون مر على حكمك أكثر من 28 سنة، وما زالت يعني القرارات والسياسات متخبطة وخاطئة، واعتقد انه الان مفروض انه تسمع الكلام ده، تسمع انك انت السبب في مشكلة السودان حاليا، انت كرئيس مسؤول اولا واخيرا، وليس المشكلة تجيب صلاح جوش ولا تودع وضجاز ولا تجيب منه، زي ما استمعنا للدعوات، الدعوات بتاعت المطبلاتية والهتيفة والمنافقين. احنا بلدنا بيستحق افضل من الحاصل فيه ده بكثير. بلدنا مليء بالخبرات ومليء بأبناء وبناته الممكن يخلوه أفضل من أفضل الدول في العالم. فبالتالي كونك تغير في الحكومة، تجيب فلان وتودي علان، ده بيدي إحساس إنك أنت رئيس كويس وممتاز ومخلص وعامل أفضل حاجة لبلدك، بينما العكس هو الصحيح. أنا أعتقد إنه القصة دي بقت خربانة خراب شديد، بحيث إنه لو جبت أي زول كويس تحتك تحت منصتك ما هيعمل حاجة، ما بيصلح. انت شخصيا مواجه باتهامات في محاكم الدولية، وبالتالي الكلام ده بيوقف من شغلك، من ادائك كرئيس مسؤول تمثل بلدك في الامم المتحدة، وتمشي تفاوض مع الدول المختلفة وتعقد اتفاقيات باسم السودان. ان احنا بصراحة بنشعر بالخزي والعار كمواطنين سودانيين بانك يعني يجي المسؤولين الاوروبيين والامريكان داخل السودان وما بلاقوك، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني كون تكون تنتقص السيادة بتاعتنا وكرامة البلد وكرامة مواطنينا بسبب وجودك في الحكم. فانت جيت بدبابة، ما جيت بانتخابات على اساس انه نستنى الانتخابات تشيلك ولا تجيب غيرك. فانا بسأل الله العلي القدير، وانا ناصح امين لك، انك يا اخي تتنحى عن الحكم وعن السلطة، وتوقف الفساد والمفسدين الموجودين في السودان حاليا. بلدنا بيستحق افضل من الحاصل له. انا اتمنى انه اي زول يستمع الفيديو ده يعمل له شير على اساس انه الرسالة تصل. البلد عنده مستقبل افضل بدونك، من غير وجودك. فارجو انت تستمع، وربنا يجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمة الله.